السلام عليكم، مرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا، نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على مهاجم الأهلي السعودي ياسر ليذق مميز أمام الشرطة العراقية. قبل لا نبداو جماعة ما تنساوش جيم كومنتير وبارطاجونا الفيديو، ساعدونا باش نسقطوا كل التبليغات اللي راهم على قناة شوبير ديزاد. المهم، وين المهاجم الأهلي السعودي ياسر ليذق مميز أمام الشرطة العراقية. هذا النادي الشرطة العراقية اللي نورمالمون نشوفوا فيها بن عمري، بن عمري مكاش بعد ما سجل رياض محرز هدفين، عشان سجل هدفين ويقود ناديه، يعني وين ب 12 نقطة اللي في دور أبطال آسيا للنخبة. هذه اللي نشوفوها هذه، وين الوصل الإماراتي السد القطري هدف لهدف. وهدف لهدف نادي إيراني مع الغرافة القطر هدف لهدف. الأهلي السعودي 5، الشرطة العراقي هدف. الهلال راهم لعبي 26 دقيقة مع السعودي، مع الاستقلال طهران إيران هدف لصفر، فايزين بهدف لصفر. المهم، وين شاهدنا الأهلي السعودي وين يضرب بقوة، يعني بقوة بخماسية كاملة، يعني بخماسية كاملة. رياض محرز في دقيقة 60، فارناك بريكان يعني سجل في دقيقة 52، روبرتو فيرمينيو في الدقيقة يعني في الوقت البدل الضائع في الشوط الأول، روجيو كذلك، دي سيلفا في الدقيقة 47 في الشوط الأول، سعيد سالم يعني في الدقيقة 41. المهم، وين رياض محرز محمد داول يعني وين 28، رياض محرز كان صاحب أول هدف في الدقيقة 39 يعني، وسجل في الدقيقة 60. المهم، رياض محرز وين يعود ويرد على الديشي، على باك ديشي، على الناس اللي راك تشوف راه في سيمانة خرج هذاك الفرنسي هذا كونسيي جوار ينتقد في رياض محرز. رياض محرز تنتقد عندها، انا كان اللي قال لك انت كنت تنتقدو، كنت تنتقدو في اللعب هكا. ما عجبنيش نهار اللي دار واحد التدوينه ضد المنتخب الوطني، بصح دائما كنت نقول رياض محرز كان لعاب، بصح باش نقول لك رياض لا. وين منح روبرتو فيرمينيو فريقه الاهلي السعودي الاسبقيه خلال مباراه امام الشرطه العراقي امسيه يوم الاثنين 4 نوفمبر في الجوله الرابعه من مسابقه دور ابطال آسيا للنخبة، و 12 نقطة. وجاء هدف التقدم في طريق يعني عن طريق المهاجم البرازيلي بطريقة مميزة بعد دقيقة عند الدقيقة 14 مستغل تمريرة متقنة من سيد، فيما أدرك الشرطة العراقي تعادل عن طريق ساجد جاسم محمد عند الدقيقة 29. وعند الدقيقة يعني وين شاهدنا وين فانيك وين الهدف تاع محرز، وعند الدقيقة 5 نقولوا بلي 50 أهدى مهاجم الأهلي السعودي فارس بريكان تمريرة يعني حريرية إلى فيرمينيو ووضعها الأخير في الشباك العراقية لينتهي الشوط الأول بتقدم أهلاوي بنتيجة هدف لهدف. وشهد الشوط الثاني في المباراة إهدار محترف الإيفواري فارناك كيسي محترف نادي الأهلي لركلة جزاء عند الدقيقة 25، تصدى لها ببراعة الحارس الشرطة العراقي أحمد باسل، وبهدفه في الشباك الفريق الشرطة العراقي يكون البرازيلي روبرتو فيرمينيو لاعب الوحدة الوحيد في صفوف الراقي الذي تمكن هذا الموسم من تسجيل في 3 بطولات مختلفة حصيلة الأهلي السعودي. هذا الموسم سجل فيرمينيو هدفين خلال الموسم الحالي خلال 9 مباريات خاضها عبر بطولة الدوري روشان السعودي، وأحرز اللاعب هدف في المسابقة كأس سوبر السعودي. وأخيرا المهاجم الراقي افتتح سجله التهديفي في مسابقة دور أبطال آسيا للنخبة،
وانضم اللاعب صاحب 33 عام إلى الأهلي من خلال فترة انتقالات الصيفية في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع العملاق الإنجليزي ليفربول، وتبلغ قيمة السوقية الحالية للمهاجم البرازيلي 8 ملايين يورو استناد إلى بيانات موقع ترانسفير ماركات العالمي. وبشكل عام خاض المهاجم ليفربول السابق 49 مباراة مع الأهلي في كل المسابقات، ونجح في هز شباك 14 مرة وقدم 7 تمريرات حاسمة، وينتهي عقده الحالي في جوان 2026. وخلال الموسم الماضي وين احتل فريق فيرمينو المركز الثالث بجدول ترتيب دور روشان السعودي برصيد 65 نقطة، فيما تحصل نادي الهلال على اللقب المسابقة على قمة الصدارة برصيد 69 نقطة بفرق 14 نقطة عن نادي النصر الوصيف. وفي البطولة كأس الخادم الحرمين الشريفين خرج الفريق الأهلاوي من دور 16 بعد خسارة مفاجئة أمام أبها بهدفين لهدف. وفي الموسم الحالي يعاني الأهلي السعودي من تراجع نتائج في بطولة الدوري روشان، ويحتل الفريق المركز التاسع برصيد 11 نقطة، كما خرج الفريق من الدور 32 في كأس الخادم الحرمين الشريفين بعد الخسارة أمام جندل بنتيجة هدف لهدف في مفاجأة مدوية. أيوة المهم وين غادي تكون، ما غاديش شوف ما غاديش تكون مباراة نقولوا بلي غادي تكون رياض محرز ناس غالطة وصحيح ناس بالك لي غالطة. رياض محرز لعب ذو مستوى ويعرف الوقت اللي يولي فيه، يعرف كيفاش يرد. هذه هي اخويا، هذه اللي يعرف وقتاش يرد، ويعرف عارف. وسجل الدولي الجزائري رياض محرز هدفه الشخصي جميل في مباراة فريق الأهلي السعودي أمام نادي الشرطة العراقية في دور أبطال آسيا. قاد رياض محرز فريق الأهلي السعودي للفوز بخماسية مقابل واحد، حيث سجل هدف شخصي له في الدقيقة 72 من عمر المباراة التي جرت في ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية. وبعد وبعد الفوز الكبير الذي حققه محرز ورفقائه، فإن النادي السعودي أصبح يتزعم الدور أبطال النخبة، كما نال محرز تنقيط ممتاز وصل إلى 9.2 من 9.2 على هذيك يقولوا بلي اليوم وين رياض محرز 9.0 اليوم قعدت إلى 9.0 ولا على بالك بلي تير عليكم بالنابال، والله لا بالنابال. لطيف تاش اطلق عليكم ولا بديو شديكم تحضروه، جيبوا لي ذاك ميدو، جيبوا لي ذاك ميدو، ميدو، جيبوا ميدو نهضروا مع ديو ميدو تاع مصر. ميدو راكم لي شويه يا اللهطي زلزال في آسيا. 61 رياض محرز يسجل هدف الرابع، 65 رياض محرز يسجل هدف الخامس. رياض محرز يسجل هدفين في كل في أقل من 5 دقائق ضد الشرطة العراقية. أي والآخر ما لعبش، كيسموه يا ربي الشرطة العراقية بالعياد، كيسموه اللي يمشي بالعياد بالعمري ما لعبش. راسي دور عليه هذا ما لعبش هذا ولا كذا.
ولا يحفظ في الناشئ تاع العراق باش يلعب.